You can look at these ancient hills and see nothing. Or you can see nothing to hold you back. NEOM. Over 25,000 square kilometers of endless potential that will change the way we live and work forever. A place where pioneers and thinkers and doers can exchange ideas and get things done. A startup the size of a country, with energy that flows from the sun and wind, neighborhoods that can feed and clean themselves, technologies that make life everything it can be. This is where we can prepare together for the next era of human progress. Some will look at these ancient hills and see nothing, but the rest of the world will know that this is where a new way of living began. Discover NEOM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم ثقافة نابضة بالحياة تمتزج فيها مظاهر الهمة العالية والإرادة القوية، حلم جريء، رؤية شجاعة، وطموح يعانق السماء. مشروعنا لهذا اليوم نيوم، وهو ما يرمز للمستقبل الجديد، مواجهة تحدي التغيير الذي لم يجرؤ أحد على خوضه من قبل، في زمن يحتاج فيه العالم للتفكير بطريقة مبتكرة وإيجاد فرص جديدة في سوق العمل. نبدأ معكم مشروع مقرر اقتصاديات سوق العمل لهذا اليوم. ما هي نيوم؟ يعرف مشروع نيوم بأنه مشروع استثماري ضخم أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2017 في منتدى مبادرة المستقبل للاستثمار في مدينة الرياض، حيث أن نيوم هو اسم لمدينة جديدة سيتم بنائها وإعمارها على سواحل البحر الأحمر، وهي جزء من رؤية 2030 التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية، وتشمل المدينة على أجزاء من دولة مصر ودولة الأردن، كما تصل مساحة مدينة نيوم إلى أكثر من 10,000 متر مربع، ووصلت تكلفة إنشائها إلى أكثر من 500 مليار دولار. سيتم استثمارها من قبل الحكومة السعودية وصندوق الاستثمار الفلسطيني والعديد من المستثمرين المحليين والدوليين. تقدم نيوم فرصاً ومزايا قيمة للمستثمرين الأفراد وأصحاب الشركات الرائدين في مجالاتهم حول العالم، بما في ذلك الوصول المباشر للسوق السعودي والأسواق العالمية بفضل الموقع الاستراتيجي المميز الذي يربط بين 3 قارات، منظومة توريد وابتكار شاملة، بيئة تنظيمية مواتية لقطاعات محددة مع قوانين تجارية دولية مشجعة، بنية تحتية تضع الإنسان على رأس أولوياتها وتكرس التقنيات الحديثة لتقديم تجارب سابقة للعصر، إعادة توجيه الإنفاق السعودي من الخارج ليصب في نيوم، إذ ينفق السعوديون نحو 15 مليار دولار سنوياً على السياحة و12.5 مليار دولار على الرعاية الصحية و5 مليار دولار على التعليم. كما تقدم نيوم المزايا التالية لسكانها: بيئة معيشية مثالية ونمط حياة رفيع المستوى، خدمات قائمة على التقنية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والترفيه وغيرها، تخطيطاً عمرانياً وحضرياً متطوراً، فرصاً عديدة للنمو الشخصي والتوظيف، معايير اجتماعية عالمية من حيث الثقافة والفنون والتعليم. تكون هذه المنطقة الخاصة مثالاً يحتذى به عالمياً في المستقبل لارتقاء جودة الحياة بكافة جوانبها، من التعليم والصحة والغذاء والنقل والترفيه وصناعة التقنية الحديثة، بالإضافة إلى توظيف أحدث التقنيات المستقبل الأمنية وتضامنها في البنية التحتية لمشروع من أجل التأكيد على أمن وسلامة ساكنيها ومكتسباتها وتوفير فرص اقتصادية كبرى. ويستيح مشروع نيوم لمواطنيها الوصول لموقع ومرافق داخل المشروع مشيا على الأقدام أو باستخدام دراجات هوائية، بالإضافة إلى توفير أفضل البنية التحتية للنقل التي تتبنى تقنيات المستقبل. وعلاوة على ذلك ستكون خدمات الحكومة نيوم مؤتمتة بشكل كامل وسهلة الاستخدام، مع توفير خدمات رقمية سريعة ومجانية للناس تشمل أرتنت في كافة الأماكن وتعزيز للتعليم وتسهيلا للتوصيل. يهدف مشروع نيوم إلى تطوير مجموعة من القطاعات الاقتصادية
الرئيسية للمستقبل، بالإضافة إلى تأسيس قطاعات تحد من التسرب الاقتصادي في المنطقة بشكل عام والمملكة بشكل خاص، وسيتم ذلك عبر صناديق تنموية تدعم تلك القطاعات التي تعزز الحضور الاقتصادي للمشروع، وهي 1- مستقبل الطاقة، 2- مستقبل الماء، 3- مستقبل التنقل، 4- مستقبل التقنيات الحيوية، 5- مستقبل الغذاء، 6- مستقبل التصنيع، 7- مستقبل الإعلام، 8- مستقبل الترفيه والثقافة والموضة، 9- مستقبل السياحة، 10- مستقبل التعليم. جانب آخر، في نيوم لم يأخذ حظه بعد من التغطية الإعلامية، وهو مشروع إنتاج الهيدروجين الذي له أهمية خاصة في المملكة، فهو يعمل على تقليل استخدام موارد الطاقة القابلة للنفاذ مثل النفط والغاز، وإتاحة الفرص للأجيال القادمة للاستفادة منها بطرق تكنولوجية وبتعظيم أرباحها وعوائدها. ومن ناحية ثانية، فإن يسهم في تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما سيرسخ في الوقت ذاته مكانة نيوم كأحد المراكز الرئيسية والرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين. وفي نيوم نجد إرادة سعودية خلاقة لاستنفاذ البعد الإيكولوجي العالمي، ذلك المرتبط بتغيرات المناخ وتأثيراتها السلبية على مستقبل الكرة الأرضية، إن مواجهة التغيير المناخي تتطلب المزيد من الجهود والتعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقليل انبعاثات الضارة الناجمة عنه والاستفادة منه بشكل الأمثل في دورة الحياة الاقتصادية. وشكرا لكم. السلام عليكم، اليوم بتكلمك عن تشكيل المجلس الاستشاري لمشروع نيوم. يضم المجلس خبراء من عدة قطاعات رئيسة تقديم الأفكار والرؤى والمشورة بشأن مراحل المشروع الرئيسة. كما سيطلع المجلس بدور توفير العلاقات الاستراتيجية لنيوم، ورحب الرئيس التنفيذي لنيوم بالخبرات العالمية والمتنوعة في المجلس الاستشاري، وأكد أن المجلس الاستشاري سيسهم في رسم مستقبل نيوم من خلال المعارف العميقة التي يتمتع بها أعضاؤه، بالإضافة إلى العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين المحتملين على الأجل الطويل. ويتمتع أعضاء المجلس الاستشاري بخبرات متنوعة في التخطيط الحضري والهندسة المعمارية والتصميم والتقنية والاستدامة والطاقة وأخيراً التصنيع، حيث بدأ هؤلاء الأعضاء بمراجعة استراتيجية نيوم ومناقشة مستجدات المشروع وقت سابق من خلال اجتماع عقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد اختار كل عضو من أعضاء المجلس بعناية تامة بناء على خبرته، فكل منهم خبرته الطويلة ذات الصلة بالمشروع وخلفيته في مجال الأعمال العالمية وإلمامه بالمشاريع العملاقة ومهامه الكبرى على مستوى مجالس الإدارة وتأثيره على الصعيد الدولي، بالإضافة لاهتمامه الكبير بأهداف مشروع نيوم. بفضل موقع الجغرافي الفريد لنيوم، تتمتع المنطقة بالمناخ المعتدل، حيث معدل درجات الحرارة أقل بنحو 10 درجات مئوية عن باقي الدول مجلس التعاون الخليجي. وتعود هذه الظاهرة إلى الطبيعية جبلي المنطقة المحيطة في نيوم وتيارات الرياح الباردة القادمة من البحر الأحمر. كما تتميز نيوم بتضاريسها المذهلة التي تشمل 1 شواطئ خالبة على سواحل تتمدد لأكثر من 450 كام والعديد من الجزر ذات الطبيعة الأخذة. 2 جبل مهيبة بارتفاع يصل إلى 500.2 متر تطلع على خليج العقبة والبحر الأحمر وتكسي بعض قممها بالثلوج شتاء. 3 صحراء متمددة تدهش زائرين بجمالها وسكينتها. ركزت رؤية المملكة العربية السعودية على استثمار الموارد الكبرى التي تمتلكها، حيث أنها تمتلك أكبر احتياطي نفط في المنطقة وثاني أكبر الاحتياطات في العالم، إلى جانب ثروات كبيرة من الذهب والفوسفات واليورانيوم وكذلك مصادر الطاقة المتجددة وغيرها. وبالنسبة للعنصر البشري، تمتلك السعودية أكثر من 33 مليون نسمة، ويتمتع هؤلاء السكان بمعدل سني منخفض بجانب معدل نمو مرتفع نسبيا، ويعيش ما يزيد عن 87% منهم في المناطق الحضرية، وهو ما يعد أمرا إيجابيا بالنسبة لحجم السوق والطلب المحلي.
سيقوم بإذن الله تعالى اقتصاد المشروع على مزيج من القطاعات التقليدية والمستقبلية، مع التركيز بصورة رئيسية على القطاعات المستقبلية، وذلك بهدف زيادة الصادرات إلى المنطقة والعالم. كما سيسهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص مع تزايد الحاجة إلى العمالة الماهرة تحديداً. وتهدف المدينة كذلك إلى رعاية الابتكار ووضع المملكة على المسار الصحيح لتتبوأ مكانة رائدة في قطاعات المستقبل. وسيكون بإذن الله تعالى مشروع نيوم منطقة جاذبة للعيش وتحويل موقع الأعمال أو البدء بأعمال جديدة من خلال استغلال الأيدي العاملة والمهارات الوطنية السعودية. يعتبر استقطاب المستثمرين العالميين إلى المنطقة وإشراكهم في تطويرها وتنميتها وبنائها من قبلهم ولمصلحتهم أحد الممكنات الرئيسية لنجاح هذا المشروع، وأهم عناصره الجاذبة التي تساعدهم على النمو والازدهار في أعمالهم. يؤكد على ذلك المرونة العالية لصياغة الأنظمة والتشريعات من قبل المستثمرين التي تعزز الابتكار التقني والمجتمعي وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث أن أنظمة منطقة المشروع مستقلة عن أنظمة المملكة فيما عدا السيادية منها. ووجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بإعداد لوائح الاستثمار في مشروع نيوم وفق أكثر الطرق ملائمة للأعمال وآفاق المستقبل، وذلك للتغلب على الجوانب البيروقراطية والعقبات القانونية. وهناك إقبال ضخم من جانب المستثمرين الأجانب للاستثمار في نيوم مدينة المستقبل، مشيرا إلى أن الاستثمارات البالغة 500 مليار دولار ليست مطلوبة غدا بالكامل، وإنما التركيز حاليا على الشراكات مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المدينة، متوقعا استثمارات كبيرة من القطاع الخاص بالمشروع. ترتكز النيوم على 5 مبادئ جوهرية وثيقية للارتباط ببعضها، هي 1- الاستدامة. ستكون في النيوم هي طريقتنا وأسلوبنا في الحياة، فنحن لا نسير على غير الهدى، بل نعطي أكثر مما نأخذه، لأننا سنترك هذا العالم في حال أفضل مما وجدناه حين أتينا. لذلك فإن كل خطوة إلى الأمام تعني لنا مستقبلا أفضل. 2- المجتمع. في هذا المجتمع يتكيف الجميع في بيئة تتقدم بهم وتحتضنهم فيها الاحترام المتبادل والمشاركة الفعال للأفكار، لتتمكن نخبة عقول هذا الجيل من التركيز على أهم أولوياتهم العيش بالرخاء جنبا إلى جنب. 3- التقنية. يستطيع نجم الابتكار في النيوم أسرع من أي مكان آخر عبر خلق بيئة مثالية تتيح للناس تخيل وتطوير تقنيات تخدم المجتمع. 4- الطبيعة. لا يمكن للطبيعة إلا أن تتكامل وتتزامج مع كل تفاصيل حياتنا ضمن الاحترام المتبادل والتوازن الطبيعي وتنوع متداخل للحياة الفريدة في النيوم لإثراء أجيالنا القادمة. 5- المعيشة. ستعمل البيئة التي نخلقها والغنية بالتقنيات الذكية والمكاسب التي تحققها الاستدامة على تعزيز جميع جوانب الحياة جسديا وذهنيا واجتماعيا. لذلك مسؤولياتنا في النيوم تحتم علينا توفير جودة حياتنا لا مثيل لها بمعايير جديدة لبيئة المعيشة المثالية. ختاما، نثق تماما بأن مشروع نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية، تبنى من الصفر لتكون ميدانا نابضا بالتجارب، ترسم فيه ريادة الأعمال معالم مستقبلها الجديد. شاكرين لكم حضوركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.